لا هو يوم، لان انا اتفقت على حاجات اكتشفت انها مش هتحصل. يعني المتحدث الرسمي على يتحدث احد غيره ويتحدث بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه بدايه من رئيس النادي او اي اجهزه اخرى طالبه تفسيرات واحتكاك بالاعلام، ونتفق كلنا ايه اللي هيعلن وايه الصيغه اللي هيعلن بيها. فاكتشفت ان انا تاني يوم على طول بعد ما اتفقنا على ان احنا في توقيتات هنعلن فيها حاجات وطلعت انا قلت الكلام ده يوميها بالليل يوم الخميس، لقيت يوم الجمعه بالليل في تصريحات طلعت باسماء المدرب ودون اخذ يعني ان احط حتى علما. ولما سئلت قالوا لي اصلك انت ما استلمتش رسمي، فقلت لهم ولا رسمي ولا حاجه، خلاص يبقى خلاص خليها ودي، واذا عزتوني في حاجه انا تحت امركم، لكن لن اتقلد منصبا بدون صلاحيات. بس رفع اسم حضرتك من الجمعيه العموميه الاخيره؟ لا ما رفعوه. اه هم ما حطوهوش. هي شوف الواقعة دي مش عايزه تاخد، يعني انا ضايقتني حقيقي وانفعلت، مش عايزه مناقشه. يعني فوجئت ان انا اسمي مش موجود ضمن الجمعيه العموميه، والخطيب نفس الشيء، مع ان احنا دافعين مسددين 2015 و2016، فقالوا لنا عشان انتوا يعني اتاخرتوا في السداد ف احنا خدنا لحد تواريخ معينه. طبعا انا دخلت اكلم مدير النادي فلقيت مجلس اداره كله جوه ما عدا مدير النادي، فبقول لهم يا جماعه يعني المفروض ان احنا اسامينا توجد، احنا تكبدنا مشاق عشان نيجي نحضر الجمعيه العموميه، وفي الناس اللي دفعت 2015 ما دفعتش 2016 اساميها موجوده. فقالوا لنا ما تكلم مدير النادي، قلت لهم انا في اوضه مدير النادي وداخل اكلم مدير النادي مش لاقيه في حضرات كل الموجودين. ما انت كنت مدير النادي كنت بتعمل ايه؟ قلت لهم انا كان اي حد لحد نص ساعه قبل مواعيد التصويت كنت بديله ورقه طالما انه مسدد وكان بيخش يسدد، لكن انا ما زعلتش انه هم ما قصدوش يرفعوا اسمي. خلاص هناخد بحسن النيه، بس كمان ما حاولوش يحلوا المشكله. كان ببساطه شديده جدا مدير النادي يدي ورقه، فلما قابلت مدير النادي بعديها فبيضحك كده بيقول لي اصل اللائحه تمنع ان انا اعمل كده. قلت له لائحه ايه؟ قال لي الوزاره. قلت له اذا كانت الوزاره ها بتقول مش قادرين نعمل انتخابات عشان ما فيش لائحه، تم الايقاف العمل باللائحه. راح ضحك. قلت له خلاص نفوتها بمزاجنا المره دي ونعتبرها حسن نيه وسوء تفاهم ومش عايزين نكبر الموضوع اكتر من حد. شايفها تصفيات حسابات؟ نعم؟ شايفها لا يعني ما مش ما فيش حسابات بيني وبين حد عشان يصفيها يعني. لان الناس المحبوبه داخل النادي باشمهندس عادل هم مش محمود الخطيب بيبقى بيحاولوا يبعدوهم عن يا سيدي عم. الله اعلم بالنوايا، لكن انا ما احبش اتهم الناس بالنوايا، لكن ما كانش في اراده لحل المشكله. ما فيش تعمد لخلقها وما فيش اراده لحلها. وانت صفقات اسم النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي انك تحسن استخدامها بطريقة لائقة للنادي الأهلي، فما كنتش بوعد دون أن أوفي. يعني ما أقدرش أقول لواحد حاجة أنا مش هقدر أحققها له، بالعكس كنت أحيانا كثيرة. وأحد أسرار يعني النجاح أنك أنت تملي إذا كنت هتدي 10 نقط أوعد ب9 وخلي العشر ده تبقى مفاجأة طيبة، أحسن ما توعد ب10 وتدي 8 وتبقى فيه مفاجأة سيئة. فلم أعد إطلاقا بشيء وانا عارف ان انا مش هقدر احققه. نمرة 2 كنت تملي حاطط اللعيب اللي قدامي له 8 بس النادي الاهلي له 8، لما عرض عليك 10 قروش في اي حته انت هتاخد عندي 9 أو 8، اللي كان بيوافق كنت بكمل معاه. ولذلك اللي يقول لك النادي الاهلي كان بيغري اللعيبه، لا ما كانش بيغري اللعيبه، كان بيقدر ياخدوا فلوس اكتر من اللي بياخدوها في الاهلي في الوقت اللي انا موجود فيه. ما اعرفش ايه اللي بيحصل دلوقتي. اللي كان بيضحي فكنت بعرف ان ده بيتمسك بالنادي الاهلي وهيبقى عنده روح النادي الاهلي، وكنت باخده بعد كده للجهاز الفني. يعني اذكر ان انا ما خدت كابتن احمد فتحي لسه راجع من انجلترا، دخلت على مانويل جوسيه عرفته عليه، طبعا كان يعرفه، قال له كابتن احمد وي ار فاميلي هير، احنا عيله هنا، اللي بيشتغل كعيله معانا بينجح جدا، اللي بيشتغل فردي يلعب جولف. القانون بتاعك البسيط ده من اول يوم الناس بتبقى فاهمه فبينجح. اكتر واحد كنت شايف
ما فيش حاجه اسمها خليفه حد خليفه حد، انما في حد ممكن ينجح اكتر مني. بس فاللي بيبذل جهد وبيحقق المطلوب منه في حدود، لان انا برضو كان بيتحط لي حدود، يعني كان بيتحط لي حدود ماليه، ولما كنت بتجاوزها كان لازم ارجع لحد، فكنت بلجأ للكابتن خطيب او الكابتن حسن عشان اتجاوز الحدود الماليه، فما هيش مطلق اليد ده انا فيها. فاللي بيشتغل بالاليات دي وبينفذ المطلوب منه اي حد ينجح. هيثم عمل شغل طيب في الوقت اللي كان موجود فيه، عصام سراج الموجود الدكتور عصام اتمنى له الخير، ولد مهذب ومثقف. ما فيش حاجه اسمها حد خليفه حد، انما كل واحد له مهاراته، كل واحد له طموحاته، كل واحد له الباشن او الشغف بتاعه، اللي هيشتغل بشغف هينجح. جالك عرض ان انت تولى نفس المنصب في نادي ثاني او خارج مصر بعد ما مرحله عمل الاهلي؟ انا يعني يمكن لو انا اصغر من كده بشويه كنت افكر، وانا هنا مثلا في بوتر سبورت ما كنتش، انا بشتغل دلوقتي المستشار الرياضي والتسويقي والمسؤول عن نادي الاطميه في شركه بوتر سبورت، مستوى مستشار على مستوى الشركه والمسؤول عن نادي بيتر سبورت تحديدا الاطميه. ما كانش في ذهني اشتغل، فلما كلموني قالوا لي احنا عارفين غالبا انك انت مش هتوافق، فالكلمه احرجتني، فقلت لهم لا انا حاجه واشوف وبعدين اخد قراري. لما جيت النادي هنا لقيته نادي واعد جدا ومليء بالتحدي، وممكن يبان شغلك فيه كويس قوي، فقررت ان انا اقبل المهمه، وما كانتش الناحيه الماليه، لان كان ممكن يعني احصل اكتر بكتير قوي من اللي انا يعني خدته، لكن كان التحدي هو الاساس. والحمد لله ازعم ان انا في الفتره سنه ونص دلوقتي معاهم قطعنا شوط مع بعض كبير جدا جدا، الناس كلها متعاونه، الناس كلها يعني عندها نفس الطموح نفس الشغف ونفس التحدي، فالحمد لله. حصلت على عروض بالفعل خارجيه و... ناس كلمتني نعمل شراكه في حاجات وبتاع، وهو دي اللي ممكن اعملها دلوقتي، لان انا في المرحله العمريه كل اللي قبلكم خبرتي ودماغي وطموحي. هيثم مرابي ماله، ما انا قلت لك عمل، هيثم عمل اللي اتكلف بيه انجزه، يبقى بمقاييس المهنه نجحت. تفضل ان هو يكمل ولا اي حد نجح كنت افضل انه يكمل، ما عنديش الخلفيات بتاعت، انا فوجئت انه ما كملش، بس ما عنديش الخلفيات يعني. عندك تفاصيل طبعا منه هو اللي بيقول على التلفزيون، بس انا ما بحاولش ابحث في حياه الاخرين يعني. طب باللي سمعته منه شايف؟ بقى اللي سمعته منه انه هو يعني المح على انه مشكلته انه هو يمكن كان ارتبط في وقت ما بالكابتن علاء، وان الجمهور هتب باسمه. هو قال ما قالش هش صراحه، لكن ما معناها يعني مجلس الاداره حابب يكون هو النجم الابحث؟ لا، دي تفسيره او تفسيرك او تفسير اي حد، انما هو بيقول يعني انا لم اسعى الى ان يهتف الجمهور باسمي. لما يقول كده يبقى هو اعتبرها احد الاسباب. لا، طب قول لي ايه سبب؟ ما مش عارف. بند الثمان سنوات ماله؟ كنت معه ضد؟ انا مش ممكن اكون مع الثمان سنوات، مش بس بالطريقه اللي اتعملت بيها، وكانه اتفصل على حاله النادي الاهلي عشان يلغى بعدين. أنا كنت أتمنى أن يكون، ودي كانت أحد الحاجات علامات استفهام، النادي الأهلي كان عامل مشروع نظام أساسي كان مدخل فيه الثمان سنوات عشان يعتمد من الجمعية، ولو كان الكابتن طاهر أبو زيد سمح لهم بعقد الجمعية العمومية الخاصة بتعديل اللوائح كان هيجي الثمان سنوات، كان هيعفي أن الوزارة هي اللي تاخده. أكثر الصفقات اللي كنت سعيد أن أنت نجحت أن أنت تنجحها؟ كلها، كل صفقة نجحت. يعني هتقول انا مش سعيد بفيليكس، مش سعيد ببركات، مش سعيد ببوتريكا، مش سعيد بعبد الله السعيد، مش سعيد بوليد سليمان، مش سعيد بالكابتن احمد حسن، مش سعيد بكل الصفقات اللي حققت نجاح للنادي الاهلي، انا سعيد بيها طبعا جدا. طب اكتر الصفقه واجهت فيها صعوبه؟ لا، في اطول، مفيش صعوبات. هو في انت ساعات بتطلع لعيب وتسترده، زي كابتن حسام دي صفقه، جيلبرتو دي صفقه، واخد بالك؟ فلافيو صفقة، وهتقول ايه دي كلها استفدنا منها وكسبنا فيها فلوس. بتكلم على صفقة انت واجهت صعوبة في المفاوضات معاها؟ مش صعوبة في المفاوضات، اكتر صفقة صعوبة في المفاوضات كانت جيلبرتو وافيلينو، لان بعتولنا محامين منهم واحد اسمه ماريو
قصير كده بس كان ملاوع يعني، كان يجي يقعد معاك يوم ويغيب يومين. فانا باحساسي انه كان بيروح يتكلم مع انديه تاني، خدت ملاوعه وخدت غموض لحد ما اتحققت يعني بضغط بقى. قلت له اذا ما جيتش بكره وخلصت الصفقه دي معانا انا هقفلها، لان حسيت انه يعني بيضغط عشان يعلي سعره او يتلاعب بينا. وكان الاعلام، لان كان المفاوضات بتدور في القاهره، فكل الاعلام بيتابع يوم بيوم ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل، فكان بيضغط بينا علينا بايه، بان الصفقه طالت وهو موجود وما تمتش. فقلت له اذا ما جيتش بكره، وكلمت رئيس النادي قلت له ماريو يقفل تليفونه، ماريو موجود في القاهره عشان يخلص الصفقه دي، اذا ما جاليش بكره وخلصها انا هقفل الصفقه. فجالي تاني يوم قال لي انت بتشتكيني، قلت له انا مش بشتكيك، انا لما انت ما ردتش انا قلت رئيس النادي، واذا كنت بتعتبرني بشتكيك انا بشتكيك. فخلصت الصفقه. لو عرض عليك تولي منصب في وجود المجلس الحالي اي منصب بشروط نجاحه اقبله، مش مجلس حالي او سابق، انا بشتغل للنادي الاهلي مش مع افراد. انا لما بقبل مهمه بقبلها للنادي مش للافراد، ولذلك ما حدش يقدر يحسبني ضده او عليه، ده اللي عايز الناس تفهمه. انا مش مع حد ضد حد، انا اكبر قوي من كده يعني، ان استخدم مخلب قط في ايد اي حد ضد حد، لست سلاحا في يدي احد ضد الاخر، ولكني سلاح للنادي الاهلي لصالح النادي الاهلي. اللي عايز ياخدني بهذا المفهوم اهلا وسهلا، اللي عايز يحسبني على حد ده شأنه. قضية نادي القرار ماله؟ دي قضية مضحكة. طب اللي هقول لك حاجة، مش في محكمة دولية وفي الفيفا وهم قالوا هنشتكي، يا ريت يشتكوا اذا كان ليهم حق وياخدوه، يا ريت عشان نقفل الملف ده. هم عارفين كويس قوي انه بيتكلموا في قضية مضحكة وواضحة، وضوح الشمس اللي بيتكلم فيها، انا مش بقول اسماء، بقول اللي بيتكلم في القضية دي يعلم ان هو بيلاوع، ويعلم ان هو بيكابر، ويعلم ان هو بالشروط اللي اتحطت سنة 94 كان ترتيبه السابع وانا الاول، بعد 6 سنين لما الاهلي يكسب بالشروط اللي اتحطت 74 وكان ترتيبي الاول وكان ترتيب نادي الزمالك الثاني، لما بقى انا الاول وهو الثاني، مين اللي استفاد من الشروط دي؟ لا الثاني، الاول فضل الاول، لكن الثاني من السابع بقى الثاني. يبقى منين جايبين ان انا اتجملت؟ والله ما انا مش عايز، لكن اذا اقتضت الظروف ومصلحه النادي ان ادخلها قد افكر. واتحاد الكره يمكن، اتحاد الكره بس ما عنديش فرصه ان انا اخش مع قايمه ده او ده يعني، ما خلينا واقعيين، انا مش بتاع لف يعني، انا ما بلفش على الاقاليم وما بروحش واجي يعني. انا حتى لما كنت عضو اتحاد كره اليد دورتين ما اتنقلتش من مكاني يعني، يعني انا قلت للناس انا داخل والناس سقطها فيا ادتني، لكن انا ما بعرفش الف على الاقاليم، مش تكبر لكن طبيعه تكويني يعني. يعني ممكن لما انجح واحد يقول لي تعال انا بمنطقه اسوان اروح، لكن ما اروحلوش اقول له انتخبني. استقالت جماعة علام، استقاله مفهومه وواجبه، وارجو ان يحذو حذو جميع مجلس الاداره، لان هو لو لم يستقيل ولجانا الى سلاح فزاعه الفيفا مش هيوصل له الحاجه، لانها بتوصل في الاخر للمكتب التنفيذي هناك اللي فيه هاني ابو ريده، يستطيع ان يدافع عن موقف مصر. لكن انا بقول لهم هتبقى حاجه مش مفهومه، انتوا خلاص فاضل لكم كام شهر، ما تيجي منكم تستقيلوا دلوقتي ويجي لجنه مؤقته تشرف على الاتحاد برئاسه المدير التنفيذي وتجهز انتخابات جديده وخشوها. اكتر حد شايفه ممكن يكون جدير بالمنصب؟ مش جدير، هو اقوى الفرص اراها مع هاني ابو ريده. شايفه الافضل؟ مش الافضل، الافضل اللي يشتغل لصالح الكوره، لكن كل اللي بيجي بيرتكبوا نفس الاخطاء، بيغازلوا الجمعيه العموميه عشان ياخدوا اكبر مكاسب للمجلس واكبر صلاحيات، لكن الكوره لم تستفد شيء. نجرب بقى مره نشتغل للكوره،
يعني ايه نشتغل الكورة؟ يعني اذا كان مصلحة الكورة ان كل درجة من الدرجات تنفصل بلجنة مسابقات لوحديها تحت مظلة اتحاد الكورة فليأكل، لكن مش معقولة اللي بياخد القرارات لأندية الدوري الممتاز اللي فيها كلها استثمار وفلوس عمالة دايرة ولعيبة رايحة وجاية تكون الأغلبية اللي هي في الدرجة الثالثة والرابعة والثانية، في حين ان احنا مفهمين الأندية دي ان مصيرها مرتبط بالنسبة اللي بناخدها من أندية الدرجة الأولى فمصلحتهم ان ياخدوا أكبر نسبة منهم، لا يقدر يتعرض في التلفزيون يبقى له جمهوره، لكن احنا ما بنجربش. احنا اهو الدوري الممتاز ناخد منه 15% ندي 10 للاتحاد ولا 5 للاتحاد او واتيفر بقى النسب اللي بايه بيوزعوها على الأندية الصغيرة، ما تعيش هي على حساب حد، هي تقدر مكونها لوحده له قيمة تسويقية تقدر تعيش بيه.